رجعت يا سبع البرومبي. رجعت وما تقلقش، كامل مش هينطق تاني بعد النهارده. صحيح، ايه اللي خلاك متاكد كده؟ وعدك، حلف لك بالغالي. روح دلوقتي وانا هتصرف. روح. لا ما احلفش، مش هيعرف يحلف تاني لاني قطعت لسانه يا مروان. ايوه قطعت لك لسانه عشان ترتاح وتنام وانت مطمن ان كامل مش هيفتح خشمه تاني. قطعت لسانه وهقطع لسان اي حد يتكلم او ينطق بكلمه ما تعجبنيش بعد النهارده. خلاص اتاكدت اني راجل وقد المسؤوليه والمهمه اللي بتوكلني بيها. اقعد قدامي وفهمني الحكايه في المكان ده دايره كيف. فهمني اللي طالع واللي داخل يا مروان. جرى يا حسن؟ انت فاكرني اني بسرق ابويا؟ لا انا ما قلتش انك بتسرق، بس انا بسال وعايز اعرف، ولا مش من حقي؟ وانا مش اخوك، وانا مش والد عبد الحكيم زي ما انت ولده ولا ايه؟ كلامك ريحته مش حلوة. كلامي ريحته مش حلوة؟ هو من ميتك كلام لي ريحة يا مروان؟ بعدين انت ايه اللي يزعلك ولا يضايقك؟ بالعكس انت المفروض تفرح وتقول الحمد لله حسن عجل وفاق وعرف ان ليه مال يتخاف عليه وليه ارض يتحافظ عليها. مش تضايق ووشك يجيب متلون. عايز تتربى من أول وجديد. هتربى من أول وجديد عشان بطالب بحقي؟ من الواضح إن طلب الحق في العيلة دي بيجيب العصبي وبيعكنن المزاج. بس أنا عايز أقول لك على حاجة يا مروان، أنا مش عبد الله. تقصد إيه يا حسن؟ أقصد إني مش زي عمي، مش هقول عليه العوض ومنه العوض يا مروان. غور غور من وشي غور. يلا يا حبيبتي كل بالهنا والشفا. ماليش نفس. لا لا مالكيش نفس، ده ايه؟ انتي لازم تاكلي وتتغذي كويس، ولازم تفهمي حاجه، ان اللي في بطنك ده يهمني زي ما يهمك بالظبط. يهمك؟ كيف يعني؟ كل الاول وانا اقول لك كيف يعني. يا بنت ما تاكلي فيه ايه؟ وانا هسمك؟ بصراحه خايفه منك. لا يا اختي ما تخافيش، ما هو انت لو عرفتي اللي في دماغي وعرفتي انا بفكر في ايه هتعرفي ان انا عمري ما اذيكي ابدا. هو انت قلتي انت حامل في الشهر الكام؟ الرابع. حلو، وماله؟ في عيال برضو بيبقوا ولاد سبعه عادي. انا ما فهماش. انا مش هخليكي محتاجه حاجه خالص، كل اللي هتطلبيه هتلاقيه ومحدش هيعرف انت فين. وابنك ده انا هشيله في عينيا الاتنين. ولازم تفهمي حاجه، ان ابنك ده هيبقى قدم السعاده عليا وعليكي. بس انا عايزه اطلب منك حاجه اليومين دول. ايه؟ اي حد يقابلك ويسالك الفتره اللي جايه دي قول له الواد نزل. الله، استني هنا، انت رايحه فين يا بنت؟ استني بقول لك. بعد عن الباب، الا ورحمه ابويا موتك. انت فاهمه يا بنت؟ افهمي اللي هقولك عليه. افهميه؟ انا اللي هبله وصدقت شويه الحركات اللي حصلت دي. كان لازم افهم ان لا كريمه ولا اللي يتجسف في عمره محروس هيخافوا عليا على حساب عبد الحكيم واولاده. جايبيني هنا عشان تسجطيني؟ اصعدك ده ايه هبله؟ افهمي بس اللي هقولك. افهمي وزفتيه؟ بعدي عن الباب ولا هموتك. يا بنت افهمي.
اللي هقول لك عليه ده عشان احافظ عليكي وعلى اللي في بطنك. اللي انا اعرفه يا اختي ان كريمه جايباكي هنا عشان تبقي انت الورقه الرابحه اللي بتلعب بيها وقت ما تكون هي عايزه، وان الواد اللي معاها ماشي على هواها عشان من وراها مصلحه ليه. وانت يا عيني غلبانه، لا انت عارفه مين اللي يضرك ولا مين اللي ينفعك. وانت اللي هتقولي لي ايه اللي يضرني واللي ينفعني؟ انا اللي هقولك، عشان انا وانت يا حبيبتي هنبقى ايد واحده، واحنا معانا الواد، والواد هيقش الكوتشينه كلها. الواد ده لو حد عرف مكانه ولا مكاني هيموتنا احنا التنين، وجبريه مش هتستنى ثانيه واحده. ده لو كان ابن حسن. وعز جلاله الله ولده. يا بنت مصدقاكي، والله مصدقاكي، بس انا اقصد حاجه تانيه خالص. لا انا كده عقلي هيشت مني. ما تقولي لي انت ناويه على ايه. ماشي، فتحي لي مخك انت بس وانا هعرفك انا ناويه على ايه. ايه يا شهودة مالك؟ فيك حاجة؟ ماما ما تيجي نبلغ المأمور ان عبد الحكيم هو اللي قتل خاله. كتك ايه يا شهد؟ انت يا بنتي عايزاني اروح للمأمور اقول له عبد الحكيم قتل اخويا، يقوم المأمور منطره من على كرسيه ورايح جايب عبد الحكيم من ايديه وقبض عليه وموديه المحكمه، والمحكمه تحكم عليه بالاعدام، مش كده؟ يا ماما انا مش قصدي، انا بس قصدي شهد انت لسه صغيره مش فاهمه حاجه في الدنيا. بصي يا حبيبتي، من النهارده انا وانت واخواتك ملناش غير بعض وبنت خالك وبس. يا ماما انا متاكده ان القانون هو الحل، جايز ياخد سنة أو اتنين. أكون أنا بقى اتنقطت ودبت وعبد الحكيم يتمكن منك ومن إخواتك ويمرمطكوا أكتر ما هو مرمطنا دلوقتي، مش كده ولا إيه؟ مستحيل الحل برضو إن احنا ناكل في بعض يا ماما. للأسف هو ده الحل بتاع الزمن اللي احنا فيه، لازم انت تمدي إيديك الأول وتاكلي اللي قدامك قبل ما هو يمد ايده وياكل، وما تخليش حاجه تصعب عليكي لا من قريب ولا من بعيد، عشان اللي يصعب عليكي يفقرك. انت جايبني من اسكندريه عشان اعمل لك ايه في العمله السوداء اللي انت عملتها دي؟ انا عارف ان كريمه بتحبك وبتسمع كلامك، اللي حصل ده كان غصب عني، واحنا عيله والحكايه دي لازم تخلص. تخلص؟ تخلص كيف يا عبد الحكيم؟ ده انت زودت الطينة بلة، يعني مش راضي تديها حقها وقتلت أخوها اللي ما كانش ليها غيره في الدنيا، وعايزها تيجي تقول لك أنا مسامحاك قلبي راضي عنك؟ أنا ما قتلتش حق حد. اسمع يا عبد الحكيم، ما دمت جبتني يبقى لازم تتحمل كلامي. أنا غلطان. أديك قلتها أهو، أنا غلطان. طب قاعد ليه؟ قاعد ليه؟ ولا هو حديد وبس؟ ما تتعبيش قلبي يا جليلة. انت اللي تعب قلبك يا ابو مروان. انت عايز الحكاية تخلص يبقى لازم يتحكم فيها، واللي يتحكم بيه تقول عليه امين. انا ما حدش يحكم عليا. لا اله الا الله، انت عايز ايه؟ عايز ايه يا عبد الحكيم؟ عايز ايه؟ عايز الدنيا تمشي على هواك؟ عايز تؤمر والناس تقول لك امين؟ عايز تغلط والناس تبوس على ايديك ورجليك؟ بقول لك ايه، انت تعملي اللي بقول لك عليه، هتعمليه ولا لا؟ شغل دماغك شويه يا عبد الحكيم عشان النار تخمد والدنيا تمشي، ما تشعللهاش يا اخوي اكتر ما انت مشعللها. وكريمه انا هروح لها وهاخد ودي معاها في الكلام، وهقول لها ان حقها انت هتديهولها، وانك ندمان على قتل اخوها اللي ملهاش غيره في الدنيا. كان صاحبي وحبيبي واخوي. فاكرة الحكاية كانت سهلة عليها؟ سهل؟ أيوة سهلة يا عبد الحكيم. عارف ليه؟ عشان انت لسه منشف دماغك. لو كانت صعبة عليك كنت تخاف ربنا وتجري على كريمة تديها حقها وتقول لها أنا من إيدك دي لإيدك دي. اسمع يا عبد الحكيم، أنا هروح لكريمة وهتكلم معاها، بس مش عشانك، لا عشان العيال، العيال اللي يامهم هي اللي جايه، ومش لازم يكون ورثهم
أرض ومال وبس. لا يا عبد الحكيم، لازم يورثوا حب، لازم يورثوا ود وحنان وعيلة يا عبد الحكيم، مش حقد، حقد وغل ونار بتاكل كل اللي حواليها يا أخوي. مالك؟ مش طايق نفسك ليه؟ بقول لك ايه؟ مالكيش دعوة بيا. ماليش دعوة بيك؟ لا أنا لازم أعرف كل حاجة. وأنا مش عايزة أتكلم. يبقى ما تقعدش معايا. يا حسن، طالما مش عايز تتكلم يبقى ما تقعدش معايا. ولو ناوي بقى تعمل اللي أمك قالت لك عليه، أنا هسيب لك البيت ده كله وأمشي. أنا مش عايز أسمع حاجة. مش عايز أسمع حس حد. سيبيني أقعد لحالي. ليه؟ هي أمك قالت لك لسانك ما يجيش على لساني ولا إيه؟ أنا طالع عشان تستريحي. رحت المروان؟ يبقى رحت واتكلمت معاه، صح؟ قال لك إيه؟ اتكلم؟ طردك من المكتب؟ قال لك مالكش صالح؟ واللي يدهولك تبوس عليه إيدك وش وظهر وتقول الحمد لله؟ تقصد ايه؟ انا بس عايزك تعرف ان انا كنت صح، وان الكلمتين اللي انا قلتهم لك ما كانش قصدي منهم خالص ان انا اوقع بينك وبين اخوك. انا كل اللي انا كنت عايزاه انك تاخد حقك مش اكتر. هتزعل مني؟ لا هتزعل. عايزه تقولي ايه؟ خلصيني. احلف الاول انك مش هتزعل، وانك هتسمعني وتفهمني وتفهم قصدي كويس قوي. مش هزعل. مروان زي ابوك. استنى بس، قلت لك اسمعني للآخر. اللي هيقول له أمين هيدي له عينه، واللي مش هيوافق على كلامه هيخرجه من جنته. فاكر نفسه هو اللي بإيده مقادير الناس والبشر. أبوك شايف إن مروان الكبير هو اللي يحكم ويحاكم، هو اللي يقول مين ياخد ومين ما ياخدش، هو اللي يتصرف في كل حاجة زي ما هو عايز. وبعد عمر طويل بقى إن شاء الله، مروان مش هيقبل إن حد يجي يقوله تعالى حاسبك، وهيبقى المال ملك يا حسن، مش عارف تمد ايدك وتاخد منه ولا مليم. وعشان تبقى عارف بقى، انا لو بقيت حامل مروان ممكن يتجنن ويقتلني. طبعا، وهو مش معقول برضو يجي حته عيل في الاخر ياخد اللي وراه واللي قدامه واللي هو عمال يبنيه. ممكن يتجوز ويخلف هو كمان. لا ما تقلقش، مش هيخلف. ليه ان شاء الله؟ الدنيا مليانه حريم. ما الحكايه مش حكايه حريم، الحكايه فيه هو. بس أنا كنت قاعدة مع نادية بنت خالي وحكيت لي على كل حاجة. قالت لي إن هي راحت للدكتورة والدكتورة كشفت عليها وقالت لها إن هي مية مية وإن العيب من أخوك. أمال هي قلبت عليه ليه؟ قبلت بالطلاق ليه؟ ما يمكن ربنا يكرمها بواحد يعوضها باللي فات ويكبر بخاطرها بحتة عيل. يعني مروان ما بيخلفش؟ ما بيخلفش، العيب منه. ما هو اللي زي مروان ده الفلوس ولاده والتين والأرض عزوته، هيعيش ليه طالما لا عيل ولا تيل ومفيش أمل كمان؟ طب أنا بعدت أجيب لك حاجة عشان تصدقني، بعدت أجيب لك حسابه من البنك عشان يبقى تحت إيديك وتعرف وتصدقني إن مروان ده وكلها ولعة. أعمل حسابك يا مروان، كتب كتاب فوزية على محروس الأسبوع الجاي. حاضر يا أبوي. يا ولد أنا ما بعملش حاجة غلط، أنا كل اللي بعمله لمصلحة العيلة ومصلحة كل فرد فيها. عارف، عارف يا أبوي، أنا هكلم مرت عمي. كلم مرت عمك ليه؟ يعني هشوفها هي عايزة إيه، ده مهما كان من لحمنا ودمنا. ايه يا ولدي، ايوه وماله، بس لازم تعرف ان انا مش طمعان في الدنيا، انا عايز كلنا نبدا هدي واحده مع بعضينا عشان ما بعترش فلوسنا يمين وشمال. حاضر يا ابوي، بس اللي انا قلقان منه عشان أخوك
أخوي حسن؟ حسن مش من العيلة ولا إيه؟ ما يعرفش إحنا بنعمل إيه وبنصرف إيه ومعانا إيه، كل اللي همه إنه عايز وبس. خايف يا ولدي، خايف أمسكه حاجة يبقى اعترها زي ما عمل عمك. سمعت بقى؟ ده اللي جابك هنا؟ صدقتني؟ سمعت كلامي؟ اهو مروان اهو بيبيعك، انت ما تسواش حاجة عنده عشان بس تبقى تصدقني. يلا قدامي قدامي. زمان كنا كلنا بنقعد على طبلية واحدة، الفرخة كانت بتتقسم علينا كلنا حتى لو كنا عشرة، ومفيش ولية بتخبز لوحدها، لا كل نسوان البيت يخبزوا في يوم واحد، والعيال بتلعب وتجري حوالينا وبتاكل وهي مبسوطة. عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقول زمان قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا البيت لبيت عمامها؟ لا، زمان قالوا لما الراجل يحب يتجوز ويختار عروسة يسأل على أمها الأول وعلى خلانها، بيعششوا ولا بيطفشوا؟ ولما الراجل يموت البنات بتبقى لبيت عمامها، وانت عارفة كده كويس. لما العمام يبقوا عمام مش خلان، احنا مش هنرجع تاني يا جليلة هناك، ودم عبد السلام اخويا مش هيبقى حاضر، والنار اللي في قلبي مش هتبرد. ايه قولك بقى؟ وايه قولك انتي؟ ان عبد الحكيم هو اللي بعتني. قلتيلي بقى ان عبد الحكيم هو اللي بعتك، وانت ازاي تفكري ان انا ممكن ارجع لبيت عبد الحكيم تاني؟ ده مش بيت عبد الحكيم يا كريم، ده بيت عبد الله. لا، بيت عبد الله كان في مصر، اللي جابه بتعب وشقاه، واللي اتحجز عليه واتباع عشان نسدد الدين. على علم عبد الحكيم لو عبد الله ليه متر واحد في البيت الكبير، عبد الحكيم يطلع كده زنهار ويقول قدام الناس كلتها اخوي ليه عندي ورث ومال وارض وانا كلتها في كرشي، ويجي يقف هنا قدامي ويدفع دية عبد السلام اخويا وانا هقبلها مع ان كنوز الدنيا ما تعوضنيش عن عبد السلام. انت كده بتعجدي الدنيا يا كريم، بتعجديها. انا برضو اللي بعقدها ولا هما؟ طب انا هقول لك على حاجه وانا راضيه بحكمك، رتال بنتي سمعت بودنها جبريه وهي بتعترف لدلال ان هي كانت السبب في موت عبد الله. لا لا يا كريم، لا ما تخليش الهم والغم يعملوا فيك كده، عيب يا وليه، مش ممكن يكون الكلام ده حقيقي، عيب. انا برضو العيب، ما تروحي تقولي لهم هم ان هم اللي عيب. ما هو الكلام اللي بتقوليه ده ما يخشش العدل يا كريمه. اقسم بالله هذا حصل. خلاص نجيب دلال ونسالها. تفتكري دلال هتعترف على جبريه؟ لا طبعا مستحيل. يا كريمه يا كريمة، ما تخليش اللي حصل دوت يخلي عقلك يروح لبعيد، ده انتوا في النهاية قرايب وملكوش الا بعض، وإذا كان اللي حصل لعبد السلام ده حصل في لحظة غضب من عبد الحكيم، ولو كان في وعيه ما كانش عملها أبدا. بس هو عملها. بس ليها حل. ملهاش. لو انت عايزة يبقى لها حل هيبقى لها حل يا كريمة، واهمدي بقى واسمعي كلامي. الحل اللي عندي أنا قلته. صعب صعب يا كريمة، صعب 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 إنه يديني حقي ويراضيني، إنما مش صعب علي أنا ألم نفسي وبناتي وأرجع له، مش كده؟ طب عشان خاطب البنات وهو عبد الحكيم كان عمل خاطر للحمه؟
أنا غلبت يا كريمة، مش عارفة أعمل إيه. ما تعمليش حاجة، أنت تطلعي كده تشطفي وشك بشوية مية باردة وتخشي السرير بتاعي، ولا سريري في حاجات بتقرص، تروحي تباتي عند عبد الحكيم. يخص عليك، يخص عليك يا كريمة، ده أنت حبيبتي، ده أنت حتة من قلبي وروحي، ده أنا ما بخرجش من بيتي في وقت زي ده واجي البلد دي إلا علشانك أنت العزيزة الغالية. تقولي لي أنا أروح لعبد الحكيم؟ يخص عليك يا كريمة، يخص حرك عليك. كلامك عصبني وحرق دمي. حقك عليا، ما تزعليش، ما تزعليش. ما اتصلش برضو، ولا هيتصل ولا هيجي. لا بقى، انا متاكده ان هو هيجي. شفتي مروان؟ انت فين؟ برا؟ طيب ماشي، نزلهلك نزلهلك. ايه ده؟ انت هتعملي ايه؟ انت مالك؟ انت هعمل ايه؟ هو ايه ده اللي مالي؟ عارفه لو نزلتي هدخل اقول لامك على كل حاجه. انا بقى عايزاكي تروحي تقولي لها، وانا عارفه انها هتوافق، مالكيش فيه. ايه اللي جايبك هنا دلوقتي يا مروان؟ مش هتطمن عليكي. طب مش خايف لان دي تشوفك تضخها؟ اسمع، المهم انت ايه؟ انت بخير؟ يا خسارة. ليه؟ لا لا، ما هتحطش في بالك انت. قولي، هو انت بقى جاي دلوقتي عشان تطمن عليا بس؟ لا، انا جاي اقول لك اني فكرت في الكلام اللي قلتيه. واللي جايبك السعادي انك فكرت وعايز تيجي تقولي ان انا صح يعني؟ لا لا، عايز الصدق. أنا تعبان يا زينب، تعبان قوي، وحاسس إني مريض مرض كلي، نفسي وبدني، حاسس إني مغصوب على العيشة هنا. ما تمشي. ما أقدر شيء. ليه ما تقدرش؟ ما أنت عارفة، عارفة أبوي وأمي وأختي وأخوي والناس دي كلها. طيب وبعد ما العمر يعدي وكل واحد من الناس دي يبقى في بيته وفي حاله، وأنت هتبقى لوحدك يا مروان، هتعمل إيه؟ فاكر بقى إن الناس دي هتقول إنك ضيعت حالك وعمرك عشانهم؟ لا، أنا مش بقولك إنك تبعد أو تمشي وتسيبه، بس يعني أنت كمان من حقك إنك تشوف أنت عايز إيه وتفكر في مستقبلك. يا بنت عبد الله. زينب! امشي دلوقتي، امشي امشي ماما. امشي يا بنت يا زينب! ماما روحي البيت ده، اطلعي قدامي. إيه يا ماما، في إيه؟ اطلعي بقول لك. جايزي هنا. افهم بقى تصرفاتك الطفلية دي في دماغك ايه يا زينب بالظبط؟ العمدة. اشمعنى؟ عينه مني وانتي عارفة كده كويس، ومروان كمان. ماله مروان الاخر؟ ممكن اخليه يجري وراي بالمشوار، ولو العمدة عارف ان مروان بيحوم حواليا مش هيسكت، وممكن يعمل اي حاجة عشان بس ينول الرضا. العمدة عارف كل حاجة في البلد دي كويس قوي، عارف بيوتها وعارف ناسها، ولو عبد الحكيم عنده أراضي فالعمدة عنده قدها مرتين، ولو عبد الحكيم عنده معارف وعنده ناس فعيلة العمدة أكبر من عبد الحكيم بمليون مرة، ولو النار بقى مسكت كده في قلب العمدة محدش بقى عارف هو ممكن يعمل في مروان. كلمت يا زينب؟ انت عايزه تاذي مروان؟ جبريه حرقت قلبنا على ابويا، يبقى هي كمان قلبها لازم يولع ويتحرق على كل اللي ليها، عيالها وبيتها وجوزها واي حاجه تانيه تخصها. لا لا يا بنتي، لا، جبريه تولع بجاز، عبد الحكيم يولع بنفس الجاز، اهين، انما حسن ومروان وشمس لا، مالهمش ذنب في حاجة. لا يا زينب، يعني لا.
قال لك ايه موظف البنك؟ قال لك ايه موظف البنك يا حسن؟ اتكلم. رصيده 6 مليون. الله، وانت بقى ان شاء الله رصيدك كام؟ 0 مش كده؟ جابهم منين؟ باع؟ اشترى؟ تعب بيهم لا سمح الله؟ ما هو زيه زيك. يا ترى بقى الحاج يعرف بقى ان مروان رصيده في البنك 6 مليون؟ ابعد عني السعادة. لا مش هبعد، انزل قول لابوك، قول له انا عايزه ابقى زي مروان يابا، شوف هيرد يقول لك ايه. ابويا لو قلت له اي حاجه مش هيقول لي لا. طب جرب. او انا اكره اقول لك؟ لو وافق على طلبك ده يا حسن انا مش هقعد في البيت ده دقيقه واحده، وبقول عليا ان انا خربت بيوت وكنت عايزه اوقع بينك وبين اخوك وابوك وابوظ علاقتك بيه. قلت ايه؟ يا حلاوه يا ولاد. يلا همي يا اخويا انت جوه. يلا على المخزن يا حبيب. خش خش. بس يا بيت اكتمي، عبد الحكيم يقتلنا. باه، وانا مش مكتوب عليا الفرح؟ اها، معلش، ما انت عارفه اللي فيها. طب ايه رايك اني هزغرت وهرقص كمان واللي يحصل يحصل. اعمل اللي كده عشان يرجع في كلامه وما يخليكيش تتجوزي. لا، يرجع في كلامه ده ايه؟ ده انا ما صدقت. صدق يا جبريه، انا حاسه ان قلبي هيفوتني مكانه. ربنا يفرحك يا حبيبتي. يا بيت بصوت واطي. ها، عايز تقول ايه؟ انت لا ولا حاجه. استنى، انت هنا يا عبد الحكيم؟ عبد الحكيم، خلاص يا اخويا، احنا جبنا كل حاجه، العفش والجهاز، مش هتيجي تتفرج؟ مش عاجباك يا فوزيه؟ الحمد لله، عجبني قوي 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 قوي. انت عايز تقول ايه؟ يا اما تغور من وش السعاده. هتشرع عليه من الغار، عايز حاجه من ابوك قولها. عايز ابقى زي مروان. تبقى زي مروان كيف يعني؟ اسكت انت يا فوزيه، اقعد فهمني، ازاي عايز تبقى زي مروان؟ عايز يبقى معايا فلوس زيه. تعرفت منين ان مروان معاه فلوس؟ سألت في البنك وعرفت رصيده. بتسأل على رصيد اخوك في البنك ليه؟ هو خطر في بالي فعملت كده. طب روح دلوقتي، قوم قوم دلوقتي. اخرس انت جبريه، بس بعدك ايش حاجه فاهمه؟ طب اقول لك يا اخوي، ما تقوم تشوف جهازي ده هيعجبك. فوزيه، كلمه ثانيه وقسما بالله لا فيه جواز ولا غيره، فاهمه؟ باه ايه؟ قول بقى انت عايز ايه علشان اعمله لك. ستة ايه؟ 6 مليون. اشمعنى هو يبقى معاه في البنك 6 مليون وانا لا؟ مش انا هو واحد؟ ليه يبقى معاه المبلغ ده وانا لا؟ عشان هو بيشتغل، بيعمل شغل، بيبيع للعملاء وبيشتري، لما يعمل حاجة لنفسه ما اقدرش اقول له لا. طب ما انا قلت لك قبل كده ان عايز افتح شركة لحالي وانت قلت لا. انا برضك لما مروان قال لي عايز يعمل شركة قلت له لا، بس اعطيته فلوس من شغله، هو اللي بيشتغل، واللي بيشتغل غير اللي داير على حل شعره. ها، في فرق بين اللي بيشتغل واللي بيهوبس. طب وانا بقول لك اهو اني عايز اشتغل. خلاص، روح لمروان اخوك وقول له انك عايز تشتغل معاه. وانا لساتني هستنى سنين عشان اعمل زي اللي عمله؟ يعني ايه؟ هي مش الفلوس اللي معاه دي من مالك انت وانت السبب فيها؟ لا،
الفلوس دي هو اللي عملها لنفسه. انتم بتكرهوني، شايفيني اجل من مروان، وشايفينه هو كبير العيله اللي لازم العيله كلها توطى على رجليه وتبوسها، وانا الصغير اللي لازم يقول حاضر وبس، مش كده؟ بقول لك ايه، تعال عايزاك في حاجه، روح روح مع عمتك. يا واد يا واد، احنا بنحبك واقسم بالله اكتر من مروان، ده انت العسل الحيله. انا العسل بتاعكم، النغه اللي بتضحكوا عليه بكلمتين، صح؟ انا لو ما خدتش فلوس زي اللي مروان خدها هتعمل ايه؟ استنى، اخوك مروان هو اللي ماسك الشغل، اشتغل معاه وتحطه فوق راسك وتسمع كلامه، ومفيش فلوس عايز تشقى وتتعب وتشتغل اهلا وسهلا، مش عايز في 60 دقيقة. ليه يا عبد الحكيم ليه؟ ما هو ولدك زيه زي مروان. هو ده الكلام اللي كان عاجبه عبد الحكيم؟ واحنا هنعيده كرة عبد الله تاني ولا ايه؟ عبد الله هو فين عبد الله؟